جريمة بشعة هزت الرأي العام المحلي والدولي. الضحيتان فيها شابتان أجنبيتان في عمر الزهور، والمتورطون متشبعون بالفكر المتطرف، استغلوا هدوء منطقة شمهروش لارتكاب جريمة ذبح لويزا السائحة الدنماركية وصديقتها مارين المنحدرة من النرويج. في صبيحة يوم 17 من ديسمبر، وجد زوجان فرنسيان جثتي السائحتين الاسكندنافيتين بالقرب من خيمة في ممر يربط إمليل بجبل توبغال، ثم أبلغ الشرطة بذلك. وصلت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقا في الموضوع، وبعد ساعة قليلة فقط من وقوع الجريمة وفي إطار الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية العثور على الجثتين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وتنسيق وثيقين مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني صباح الثلاثاء 18 من ديسمبر من توقيف شخص يشتبه بتورطه في ارتكاب هذه الجريمة، وذلك بعد أن وجدت بطاقة هويته منسية في الخيمة التي وقعت فيها الجريمة. تم نشر صور المشتبه به في مختلف أنحاء المدينة، ونجحت قوى الأمن في إلقاء القبض عليه ليدلها للمشتبه بهم الآخرين. ثم تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية من إيقاف المشتبه بهم داخل حافلة لنقل المسافرين بالقرب من المحطة الطرقية للمدينة الحمراء، حيث تمت مداهمتها مباشرة بعد وصولها إلى منطقة قريبة من سوق تجاري معروف، ما مكن من إحكام السيطرة على المعنيين بالأمر الذين حاولوا تغيير شكلهم من خلال إزالة اللحى بعد ساعات فقط من انتشار صورهم بمواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تم توقيف المشتبه بهم بمدينة مراكش، وجرى إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية، فضلا عن التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة والذي تدعمه قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث. تم نقل رفات الضحايا إلى كوبنهاغن في 21 من ديسمبر 2018، حيث أقيمت جنازة جيس بريسن في بلدتها الأم إيكاست بالدنمارك في 12 من يناير بحضور رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكا راسموسن، فيما دفنت أولاند في 21 من يناير في جايرين بالنرويج. وقد حضر مراسم الدفن عدد من الشخصيات بمن فيهم وزير الصحة النرويجي والسفير المغربي لمياء الراضي. بعد انتشار فيديو الجريمة والذي يظهر فيه أحد القتلة وهو يقوم بقطع رأس السائحة النرويجية فيما يقوم زميله بتصويره، قامت دائرة التحقيقات الجنائية الوطنية التابعة للحكومة النرويجية بالتحقيق فيه، وتداولت العديد من الصفحات الفيسبوكية مقطع الفيديو الصادم، وهو ما دفع بالوكيل العام باستئنافية مدينة الرباط المكلفة بالإرهاب مساء نفس اليوم إلى الدخول على الخط والإعلان بأن البحث جاري من أجل التأكد من صحة شريط الفيديو، ثم خلصوا في نهاية المطاف إلى أن الفيديو صحيح وما ورد فيه قد حدث فعلا. أبطال هذه الجريمة النكراء رشيد ويونس وعبد الصمد وبدام بارد قتلوا البراءة وحاولوا ضرب الأمن والأمان بمنطقة إمليل السياحية من خلال استهداف السائحتين اللتين كانتا في طريقهما إلى جبل توبغال، وهو ما استنكرته جميع مكونات المجتمع المغربي التي عبرت عن شجبها لوقوع مثل هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي لا يعكس الثقافة والإنسانية التي يتميز بها المغاربة. في ثالث جلسات محاكمة المتهمين، عاد الرأس المدبر للجريمة عبد الصمد الجودة لإعادة تركيب قصة الجريمة كاملة، ناقلا تفاصيل مروعة عن الواقعة. ولد عبد الصمد عام 1993 وتحول إلى العقل المدبر لجريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين، ووقف أمام المحكمة ليحكي بالتفاصيل
وبدون توتر كيف أصبح حاملا للفكر الإرهابي، وكيف جمع حوله كوكبة من المتبنين لذات الفكر قبل أن ينطلق معهم نحو التخطيط والتنفيذ، ويقص أمام المحكمة كيف فصل رأس سائحة عن جسدها. يروي عبد الصمد عن اهتمامه بما يقع في منطقة الشرق الأوسط ومتابعته للتطورات، وما يقول إنه اعتداء لليهود والنصارى على المسلمين، معتبرا أن هذا الظلم الذي يتعرض له المسلمون في عدد من المناطق ولد لديه رغبة في الانتقام من اليهود والنصارى. يتشبث عبد الصمد الجود في شهادته أمام المحكمة بفكرة أنه لم يستقطب آخرين لخليته، وإنما كان هناك التقاء للأفكار واجتماعهم في مناسبات متعددة لمناقشة ما يمكنهم القيام به. يقول الجود إن حديثه مع رفاقه عما يمكنهم القيام به كان يشمل الهجرة نحو إحدى بؤر التوتر والانضمام لتنظيم داعش، وهو المقترح الذي حاول تطبيقه، إلا أنه اصطدم بإكراه عدم توفره على جواز سفر، حيث سحب منهم من عندما حاول السفر إلى سوريا من قبل، وهذا ما جعله يتخذ قرار التفكير فيما يصفه بالنصرة لتنظيم داعش في المغرب، حيث جمع معه من سبق له أن تعرف عليهم في السجن ليبدأ تداول الخيارات الممكنة. يروي عبد الصمد الجود كيف تناقش برفقة أصدقائه على عدد من المقترحات لتنفيذ عملية إرهابية، منها مقترح قتل الشيخ السلفي المغراوي المعروف في مدينة مراكش، ومقترح استهداف سيارة لنقل الأموال قبل أن يتم اتخاذ قرار التنفيذ الأخير. عبد الصمد الجود يقول إن قرار تنفيذ جريمة قتل السائحتين تم قبل 4 أيام فقط من التنفيذ، حيث انتقل برفقة 4 من رفاقه لنواحي شمهروش. أمضوا أياما يبحثون عن الضحية. حاول المتهمون استهداف مجموعة من السياح، غير أنهم تراجعوا في آخر لحظة باقتراح من عبد الصمد بعدما نصحهم بالبحث عن مجموعة أصغر ليسهل تنفيذ الجريمة. يقول الجود إنه برفقة المنفذين الآخرين نصبوا خيمة في إمليل، لينتبهوا ليلا إلى أن خيمة أخرى قريبة منهم تضم سائحتين متخذين قرار تنفيذ الجريمة البشعة. وقال أمام المحكمة كيف حاول بصحبة رفاقه تجريب التفجير والتسميم كوسائل لتنفيذ أفعالهم الإجرامية في المغرب، وقال إنه كان يطلع على فيديوهات تشرح طرق تصنيع المتفجرات قبل أن يصنع متفجراته باستعمال قنينة زيت زيتون، إلا أن محاولته باءت بالفشل حسب قوله، حيث أن القنينة لم تنفجر كما كان يخطط له. فشل عبد الصمد في التفجير لم يدفعه للتراجع، بل حمله لمحاولة تجريب طرق صناعة السموم، إلا أن هذه المحاولة كذلك لم يصل بها الجود ورفاقه لنتيجة، والفشل في صنع المتفجرات وصنع السموم وتنفيذ عمليات كبيرة دفع عبد الصمد ورفاقه للبحث عن بطولة بوسائل أخرى وقع فيها الاختيار على القتل، حيث جهزوا سكاكينهم وحملوها معهم إلى جبال إمليل للبحث عن أول ضحية، وروا أمام المحكمة لأول مرة وبحضور دفاعه ودفاع الضحايا وممثلي دولهن كيف نفذ برفقة باقي رفاقه جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين في شمهروش. قال إنه بعد نصبهم لخيمتهم واتخاذهم لقرار الاعتداء على السائحتين باغتهم النوم إلى أن استيقظوا قبيل منتصف الليل لينفذوا جريمتهم ويفروا من المسرح. قال إنه خرج من الخيمة برفقة باقي المشاركين معه في الجريمة حاملين سكاكينهم، تقدموا من خيمة السائحتين حيث أحست السائحتين بقرب شخص من الخيمة، فتحت واحدة منهن الخيمة وأخرجت رأسها ليباغتها هو بالضرب ويخرجها بمساعدة مصور الفيديو ويفصل رأسها عن جسدها، فيما تكفل يونس أوزباد بقتل السائحة الثانية داخل الخيمة بنفس الطريقة. ومباشرة بعد الحادث هربوا من المكان وهم ملطخون بدماء، ومروا على أول نهر لمحاولة محو آثار دم الضحايا على ملابسهم، تاركين وراءهم خيمتهم المنصوبة ليبدأ فصل جديد من محاولة التنكر والهرب قبل أن يسقطوا في يد الأمن. وبعد الإطاحة بالجريمة وظهور المعطيات البشعة الخاصة بقتل السائحتين،
قُبلت أخبار العملية الإرهابية بالغضب والإدانة على نطاق واسع، كما لقي الحادث تغطية واسعة في الصحافة الدولية. عبر المغاربة عن صدمتهم الشديدة بسبب خطورة الواقعة والتي حاول الجنات المتورطون بها المساس بسمعة وأمن المغرب، حيث طالب الجميع العدالة المغربية بضرورة الضرب بيد من حديد وفرض عقوبة الإعدام على خفافيش الظلام، ودفاعا عن الوطن، وتأكيدا على أن جريمة تشامه روش عملا إجراميا لا يعكس الثقافة المغربية التي جعلت المغرب من بينهم أهم الدول السياحية عالميا. اختار المغاربة حمل الشموع والوقوف لساعات طويلة أمام سفارتي الدنمارك والنرويج بالرباط، وأيضا بمختلف القنصليات بباقي المدن المغربية للتنديد بهذا العمل الإجرامي، وللتعبير عن التضامن الكلي والمطلق مع الشعبين النرويجي والدنماركي. عبر نيكولاي هاريوس السفير الدنماركي بالرباط عن شكره للشعب المغربي ولكل مؤسساته على كل رسائل التعاطف والمواساة العديدة التي وجهت لأسر وأقارب الضحيتين خاصة وللشعب الدنماركي عامة. وأكد سفير الدنماركي أن العديد من الأشخاص قاموا بوضع شموع وأزهار أمام السفارة، معبرا عن تأثره بمختلف أشكال التضامن التي تمت مع الشعب الدنماركي خلال هذا الأسبوع الصعب. وأوضح السفير هاريوس أن السفارة تلقت العديد من الاتصالات التضامنية الداعمة من طرف المغاربة ومن قبل السفارات الأخرى المعتمدة في الرباط قائلا: ولكونه من الصعوبة الإجابة بشكل شخصي عن كل من تحمل عناء مراسلتنا بمختلف الوسائل، فإن يتوجه بشكل شخصي لكل واحد منه بالشكر والامتنان، مضيفا: حادث إمليل عملا بغيضا، ونحن نقدر الجهود المبذولة من طرف السلطات المغربية لضمان محاسبة كل المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء، كما أنني أقدر الحوار الذي يجري مع المسؤولين المغاربة، ولطالما كانت القيم الإنسانية هي أساس العلاقات المتبادلة بين شعبينا، وأنا مقتنع بأنها ستظل كذلك. فصول هذا العمل الإرهابي الخطير هزت الرأي العام المغربي والدولي، إلا أن المغرب شكلت الاستثناء، حيث لم تؤثر جريمة خفافيش الظلام على السياحة سواء بالمناطق المحيطة بجبل توبغال أو بمدينة مراكش القريبة منه، والتي تعتبر من أشهر وأهم المدن السياحية العالمية، بالإضافة إلى أنها كانت دليلا حيا يظهر قوة الأجهزة الأمنية بالمغرب، والتي استطاعت في وقت وجيز فك لغز هذا العمل الإجرامي. قضت محكمة الاستئناف في مدينة سالا المغربية الخميس 18 يوليو 2019 بالإعدام على المتهمين الثلاثة منفذي جريمة قتل السائحتين في الجريمة المعروفة بجريمة شامه روش التي هزت المغرب، ووصل عدد المتهمين فيها إلى أكثر من 20 شخصا. وقالت مواقع إعلامية مغربية إن الغرفة المكلفة بقضايا الإرهاب حكمت على عبد الصمد الجود ويونس أزباد ورشيد فاطي بالإعدام، فيما حكمت بالسجن المؤبد على المتهم الرابع عبد الرحمن خيالي الذي كان قد تراجع في آخر لحظة عن المشاركة في تنفيذ الجريمة البشعة، وقضت المحكمة بالسجن 20 سنة في حق السويسري كيفن زولير الذي وضعته في نفس خانة الحكم مع سعيد توفيق العسكر السابق الذي أقر أمام المحكمة بأنه لو اعتنق الفكر المتطرف وهو في الجندية لنفذ عملا داخل معسكراتها.